السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، التقيت بكم الآن وأنا في شوق لأظهر لكم في قناتكم المفضلة اعرف دينك، وأنا أحبكم في الله، ويعني أتشوق دائما لأن أكون معكم وتكونوا معي. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذه المحبة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله أن يجزي القائمين على هذه القناة خير الجزاء. طبعا كثير أو من الناس بيسألوا يا عم الشيخ ماذا نقول في ليلة القدر إذا علمناها، ماذا نقول في ليلة القدر إذا عرفناها، ماذا نقول؟ حبيبك النبي ما سبكش، والله ما سبك إلا لما عرفك كل خير وكل سعادة وكل طمأنينة وكل علم هتخش به الجنة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة، قالت يا رسول الله، في حديث البخاري ومسلم وفي السنن، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول، إذا علمت ليلة القدر، إذا علمت ما هي ليلة القدر، إذا علمت وعرفت ما هي ليلة القدر وأين ليلة القدر وفضل ليلة القدر، إذا عرفت ليلة القدر ماذا أقول إلا أقول يا رسول الله. طبعا ده سؤال فقيها، سؤال متعلمة، سؤال يعني سؤال يخرج من في فقيها عالمة، أمنا وأمك وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها هملا، بل قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا علمت ليلة القدر فقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا الله، عارف يعني إيه الله عز وجل لا يعفو عنك؟ في ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة تساوي عبادة 83 أو 84 سنة. عارف يعني إيه رب ربنا عفو عنك؟ اللهم إنك عفو، صفة الله عز وجل، صفة الله أنه عفو، يعفو عن الكبائر والصغائر. طبعا كل واحد نفسه يقول وهو بيقول الدعاء ده ورايا، اللهم إنك عفو، يلا معايا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. أنا فرحان والله، فرحان إن أنا بقول الدعاء ده، والله فرحان، وأنت عارف بكده إن الله عز وجل إذا عفى عن إنسان لم يدخله النار، إذا عفى الله عز وجل عن إنسان تركه وهو يحب جل جلاله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا عم الشيخ الذنوب كثيرة، ادعو بهذا الدعاء، ادعو بهذا الدعاء. يا عم الشيخ أنا بقول لك ذنوبي كبيرة قوي، اوعى تسيب ليلة القدر إلا وإن إلا وإن إلا وإن وأنت داع بهذا الدعاء، لا تترك ليلة القدر إلا وأنت داع بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دعاء اوعى تسيبه، هدية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هدية من سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هدية من أم المؤمنين عائشة، هدية من المبرأة من فوق سبع سماوات، هدية دونها أهل العلم في دواوين ملأت الكتب. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. بالخير التقيت بكم وفي الشوق، وبالحب التقيت بكم وفي الشوق أنتظركم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في الجنة في مستقر رحمته. انتظرونا في مواعيد أخرى وفي مقاطع أخرى وفي فيديوهات أخرى. لا تنسى أن تشارك إخوانك هذا الدعاء وهذه الهدية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.